السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الفضاء الرياضي. في هذه الحلقة مجموعة من الأنشطة الرياضية التي عرفتها الساحة الوطنية وكذلك المحلية، والبداية مع فعاليات افتتاح النسخة 35 للبطولة الإفريقية للأندية البطلة لكرة اليد المنظمة بمدينة مراكش بمشاركة ممثل الأقاليم الجنوبية فريق وداد السمارة. وهذه البطولة التي تميزت بانسحاب فريق مجمع النفط البترولي الجزائري الذي جاء لمراكش وانسحب بعد ذلك. المزيد عن هذه المواضيع ومواضيع أخرى في المتابعة. عمر ميرة ونماء المغفري. بحضور 21 فريقا يتزعمون بطولة كرة اليد بالبلدان الإفريقية، انطلقت فعاليات كأس إفريقيا للأندية بمراكش في حفل تعددت فقراته بين لوحات فولكلورية واستعراض للفرق المشاركة والتي تنافس على لقب هذه الدورة، إلى جانب ممثل كرة اليد الصحراوية فريق وداد السمارة وصيف بطل الموسم الماضي. هذه المشاركة ديال لفريق مولودية مراكش ولفريق وداد الممثلة المناطق الصحراوية فريق وداد سمارة ما جات هباء منبثا، بالعكس هما الفرق اللي لعبت النهاية واللي فرضت السيطرة ديالها على جول أطول البطولة ديال المملكة في السنوات الأخيرة. وكما كيعرف الجميع أن فريق وداد سمارة فريق اللي أصبح يضرب له ألف حساب على الصعيد الوطني ولما لا على الصعيد الفرقي، لأنه سبق لي حتى الرتبة الرابعة في البطولة الأفريقية اللي تمثلت مؤخرا في الديار الكاميرونية. وفي سابقة رياضية وفي ظرف وجيز حل وارتحل فريق النفط الجزائري دون المشاركة في كأس الأندية الإفريقية، خبر الانسحاب فاجأ الجميع بما في ذلك بعثة الفريق ولاعبيه، فيما امتنع مسؤولوه عن الإدلاء بأي تصريح لنا حول الموضوع ليكتفوا بتصريحات شفوية تؤكد بأن الانسحاب جاء بقرار من خارج دواليب الجامعة والمنظومة الرياضية الجزائرية. تصريحات أجمعت أن سبب الانسحاب بمشاركة فريق وداد السمارة في هذه المنافسات إجراء لم تستحسنه مكونات الفريق وأكد القيمين على شأن كرة اليد الإفريقية بشكل عام. الرياضة كتجمع شعوب القارة الإفريقية، وهذا القرار هو قرار حكومة ديال الجزائر أؤكدها وأقولها، لأن اللاعبين ليلة أمس ولا الأطر التقنية اللي كانوا معنا في الفندق كانوا كيتمناوا المشاركة، كانوا محبطين جدا، لذلك يظهر بأن الشعب الجزائري في جهة والحكومة الجزائرية في جهة، ولكن الحمد لله الانسحاب في حد ذاته هو الحمد لله انتصار للقضية الوطنية. لا اون ديليغاسيون دو لاجيري يانا دو Mais il y a une qui s'est retirée et pour motif, n'est-ce pas, qu'ils ont un problème d'effectif lié à des accidents de dernière minute. Écoutez, à la matière, la Confédération africaine a ses règles, a ses dispositions et prendra ses responsabilités en temps voulu. حدث رياضي من بين أهم المواعيد يسجل حضور فريق وداد السمارة للمرة الثالثة على التوالي إفريقيا لتأكيد قوته على المنافسة ولعب أدوار طلائعية في أبرز المنافسات القارية. إذن التصريحات التي جاءت في قدم هذا الروبورتاج الأول كان لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد محمد العمراني، وآخر تصريح كان لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد. بعد انسحاب 5 فرق تم إعادة قرعة البطولة والتي تميزت بمجموعتين. المجموعة الأولى عرفت يعني حضور فرق الجزيرة الليبي مولودية مراكش والترجي التونسي وأول أغسطس الأنغولي وكانو بيراسيدا النيجيري وكذلك ملعب مانجي الغابوني. أما المجموعة الثانية فتميزت بحضور كل من فرق الهلال الليبي الإفريقي التونسي غفاب الكاميروني والأهلي المصري ووداد السمارة. ممثل الأقاليم الجنوبية جمعت المباراة الأولى ببطل الجمهورية المصرية الأهلي المصري وانتهت المواجهة بتفوق مصري وحضور جيد لفريق وداد السمارة. في المتابعة عمر ميرة دائما والتصوير بعدسة الزميل نيمة المغفري. دخل فريق وداد السمارة غمار المنافسات القارية بطموح كبير للعب أدوار طلائعية ضمن بطولة إفريقيا للأندية البطلة في دورتها 35، وهي ثالث مشاركة للوداد وضعته في مجموعة تضم أقوى الأندية ذات الباع الطويل في تاريخ كرة اليد الإفريقية. أولى مبارياته أمام نادي الأهلي المصري، مباراة ظهر خلالها عناصر الوداد بوجه مشرف يعكس المكان التي يحتلها الفريق كواصف للبطل. أطوار المباراة عرفت منافسة قوية
الوداد فاجأ فريق الأهلي من خلال مستوى خطه الهجومي، والمتألق رشيد حامد بتوقيعه أهداف حاسمة مكنت فريق الوداد من إنهاء المباراة متأخرا بأربعة أهداف كفارق أمام الأهلي، والذي عبر مدربه عن المستوى الجيد والمفاجئ لفريق تبقى تجربته القارية هذه الثالثة وفي مجموعة لها من التاريخ ما يجعلها في الرياضة. فريق وداد سمرة بتحاول تجتهد، سنها صغير بتحاول تطلع كل ما عندها، مدرب بتاعها مرنهم ان يجتهدوا، عندهم جمل كويسه بيلعبوها، السن صغير هم اجتهدوا الحقيقه ولعبوا مباراه كويسه، وانا لعبت مباراه كمان على قد المباراه اللي عندي بكره الافريقي التونسي بمشيئه الرحمن، اتمنى لهم ان شاء الله ربنا يوفقهم ويوصلوا دور الثمانيه بمشيئه الرحمن. إذن كما جاء على لسان مدرب الأهلي المصري والذي كان يتمنى يعني حضور فريق وداد السمارة في دور الثمانية، هو ذلك ما قد تمكن فريق وداد السمارة من تحقيقه، وذلك بعد الفوز على الهلال الليبي بحصة 19 مقابل 18. المزيد عن هذه المباراة في ريبورتاج دائما عمر ميرا ونيمان مغيفري. ثاني مباراة للوداد الهلال الليبي، كانت عناصر الوداد تعي جيدا جسامة المسؤولية وضرورة تحقيق الفوز في اللقاء، مباراة تبحث من خلالها العناصر الليبية عن 3 نقاط ثمينة ضمن المجموعة. عناصر الوداد انطلقت منذ البداية في تفاصيل اللقاء بإيقاع جيد طيلة أطوار الجولة والتي انتهت بالتكافؤ. جولة المدربين تبين أن المباراة لن تعلن عن كفة التفوق، حيث ظلت متكافئة حتى الأنفاس الأخيرة بهدف كفارق يساوي الشيء الكثير ومضاعفة الحظوظ لخوض باقي المباريات بمعنويات عالية في المحطتين القادمتين. هي خسارة هذه واردة في الرياضة، نهني فريق وداد سمارة. المباراة هي نحن نعتبره كيف في المجموعة يعني المستوى متقارب في المجموعه، دليل النتيجه يعني نحن نلعبوا على الترتيب الرابع، وربك سبحانه وتعالى سخرنا من الفوز ونقول لهم تهانينا. ومباراه كانت جيده يعني فيها الروح الرياضيه وفيها المهارات وفيها الفنيات، والحمد لله على كل حال. هو الحمد لله هو انتصار اليوم جاب مجهود مجموعه الناس، يعني الاداره التقنيه ولا مكتب مسير نادي السماره ولا مجهودات اللاعبين. حنا كنا عازمين بمقارنه المباراه ديال الامس اللي مع فريق الاهلي اللي فريق كبير، اللي الخسارة مع فريق الأهلي هي اللي عطتنا الحافز أننا اليوم نقدموا مستوى اللي يشرف كرة اليد المغربية عامة وخاصة أقاليمنا الجنوبية. ونتمنى إن شاء الله أن نمشيو على هذا المنوال، نتمنى إن شاء الله أن نكملوا في هذه المسيرة إن شاء الله. وشكر خاص لعامل إقليم السمارة، وشكر أيضا خاص في الفضاء الرياضي اللي معانا صراحة لمجهودات اللي جبارة، ونتمنى أنك يشرفوا كل شيء إن شاء الله. جزيلا لك رشيد، نتمنى لك التوفيق. إذن مشاهدي الكرام، كان هذا تصريح لعميد الفريق رشيد حامد المتألق خلال هذه المباريات، والتي أكد من خلالها فريق وداد السمارة أنه لم يأتي لهذه المنافسات بمحض الصدفة، ولكن أكد اليوم على حضور قوي على المستوى القاري من القاعة المغطاة العزيزية بمدينة مراكش. هذه تحيات عمر ميارة ونيمان مغيفري قناة العيون. يعني حضور قوي لممثل الأقاليم الجنوبية وداد السمارة في هذا العرس الإفريقي، ولكن دائما نعرف على أن المباريات يعني في مثل هذه التجمعات الإفريقية على أنها تعرف يعني المخزون البدني هو الأهم، الإعداد لهذه مثل هذه البطولات يعني كيكون مهم، ولكن فريق وداد السمارة لم يعد العدة إلا مؤخرا، والدليل هو هزيمته في المقابلة الثالثة والتي جمعته بفاب الكاميرون، والتي سنتابع بعض لحظات صور لهذه المقابلة. ولن نقول فاب بل نقول المنتخب الكاميروني. ففريق وداد السمارة رغم هزيمته في هذه المقابلة، نتابع الآن في الصور الأولى على أن فريق وداد السمارة يعني كان متفوقا في بداية المقابلة بهدفين دون مقابل، ولكن نظرا للتجربة تجربة المنتخب الكاميروني، لن نقول فاب الكاميرون لأن جل لاعبي أو كل لاعبي هذا الفريق هم عناصر في المنتخب الكاميروني. وداد السمارة ضد المنتخب الكاميروني يعني تميزت بعد ذلك يعني بحكم تجربة لاعبي فريق والقوة البدنية
للاعبي الفريق الكاميروني من التفوق وإنهاء الجولة الأولى بفارق كبير وصل إلى 7 نقاط 19 مقابل 12 في الجولة الثانية. يعني حارس فريق الكاميروني كان هو المتألق. ونتابع الآن اللحظات التي عرفت واللقطات التي تميزت بتدخلات متميزة لحارس الفريق الكاميروني وكان هو الفارق وهو يعتبر نجم هذه المقابلة بدون منازع. ورغم هذه الهزيمة ففريق وداد السمارة أكد على أنه حاضر بقوة ونتمنى له التوفيق في المقابلات المقبلة وخاصة مقابلة ضد النادي الإفريقي التونسي وكذلك المقابلات المتبقية في الدور المقبل. إذن العلامة الكاملة لأبناء مدينة السمارة ممثلي الأقاليم الجنوبية في هذه البطولة. نتابع هنا لقطات لأحسن الأهداف وأحسن اللقطات في هذه المقابلة وهي المقابلة الثالثة في اليوم الثالث على التوالي في البطولة الإفريقية. وكذلك الممثل الثاني للمملكة المغربية المولدية مراكش كذلك عرف التفوق وكذلك التأهل للأدوار المقبلة. إذن ننهي هنا ملف كرة اليد إن شاء الله لنفتحه معكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة لأن فريق يعني لمبعوثي قناة العيون وبرنامج الفضاء الرياضي كل من عمر رميرة وكذلك نيمة المغيفري في المزيد إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم الفضاء الرياضي. دائما نحن نقرب دائما الصور نقرب دائما الأحداث من مشاهدينا الكرام أينما كانت هم أبناء الأقاليم الجنوبية. الآن إلى كرة القدم فالدورة الخامسة من بطولة النخبة القسم الوطني الأول تميزت بالانتصار الخامس على التوالي لفريق المغرب التطواني وهذه المرة ضد فريق جمعة سلا بمدينة سلا والحصة كانت هدف دون مقابل وكذلك بالفوز الأول لفريق الرجاء البيضاوي في بطولة هذا الموسم. إذن النتائج الكاملة لهذه الدورة كانت على الشكل التالي. إذن فريق الدفاع الحسني الجديدي تفوق مساء هذه الليلة ضد فريق المغرب الفاسي والحصة كانت هدف دون مقابل. ممثل الأقاليم الجنوبية فارس الصحراء فريق شباب المسيرة اكتفى بالتعادل السلبي بمدينة طنجة ضد النهضة المحلية والحصة كما قلنا 0-0 وهذه الدورة كذلك تميزت بالانتصار الثالث على التوالي لاتحاد المحمدية. إذن النتائج الكاملة مع الترتيب على الشكل التالي. الدورة الرابعة لن تجرى خلال هذا الأسبوع لفسح المجال أمام مباريات ربع نهايات كأس العرش. إذن نتمنى التوفيق لفريق شباب المسيرة لتحقيق المبتغى الأنصار وهو الصعود للقسم الوطني الأول أو العودة لقسم الأضواء. إذن دائما يعني مشاهدين الكرام يعني التساؤلات كثرت على الهوات والمجموعة من الأشياء بعد المصادر اللي أكدت على أن بطولة الهوات إن شاء الله ستكون في شهر 11 يعني انطلاقتها في شهر 11 بعد الجمع العام إن شاء الله لأننا حضروه يوم 25 للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إذن إلى مدينة السمارة وهذه المرة الاستعدادات نادي وداد السمارة لألعاب القوى. الزميل عمر ميارة وكذلك الزميل نيمة المغيفري أعد الورقة التالية. ولعل ما يميز هذا الموسم بالنسبة للنادي الاستفادة من التجربة الكبيرة للعداء الدولي السابق محسن شهيب بطل 800 متر والإطار في وزارة الشباب والرياضة والذي تم تعيينه بمدينة السمارة. هذا الأخير زار معسكر النادي للوقوف عن قرب على المستوى التقني والبدني لمدربي وعداء الوداد ومباشرة العمل على برنامج للتكوين لكافة مكوناته. أكيد أن مدينة السمارة وخلال يعني الحديث ديالي مع السيد بومدين فهناك طاقات زاخرة وطاقات واعدة إن شاء الله يعني كتنقصها يعني الثقة في النفس وكتنقصها بعد التأطير التقني البسيط اللي يقدروا يبرزوا الموهبة ديالهم إن شاء الله ويكونوا أبطال في المستقبل اللي يمثلوا هذه المنطقة الجنوبية ويمثلوا المغرب كذلك في المحافل الدولية. نتمنى السنة هذه إن شاء الله تكون سنة خير إن شاء الله ونقدموا واحد الإضافة لهذه الوليدات هذو لهذا الشباب والشابات كذلك
ونحاولوا باذن الله انه تكون يعني انطلاقه جديده ونفس جديد لهذه الجمعيه هذه ديال وداد السمارة الالعاب القوى. وهذه دعوه للناس بالنسبه لجميع الشباب ديال هذه المنطقه هذه انهم يلتحقوا بهذا الفضاء هذا. اللي بغى يلتحق مرحبا به، النادي راه رهن الاشاره ديالو، المدربين ديالو، الاطر الكفؤاء الحمد لله التحق بنا، هذا راه فخر كبير ونحمد مولانا على هذا الاخ اللي التحق بنا. حقيقه باش استمر ما كنا غادي نتراجعوا، ولكن الحمد لله وحنا فرحانين لانه جاء تبارك الله وعداء متالق جاي تريني بينا. كنتمنى يكون في المستوى وحنا نكونوا في المستوى ونكونوا شرفنا النادي ديالنا. ومعانا ملي عداء عطينا ملي تحفيزات وعنده خبره علينا حنايا، وهو عداء دولي محسن شهيب اللي يعطينا خبره ديالو، مع عنده خبره كبيره. نحاولوا نقضوا مع عنده كل شيء، مع عنده ملي مدرب حتى هو عداء سابق. ان شاء الله نردوا السمارة 93 و94 اللي كانت عليه. تحضيرات واستعدادات قبل إعطاء الانطلاقة لأولى سباقات المضمار لهذا الموسم، استبقها نادي الوداد بإعطاء الانطلاقة للتكوين والتهيئة لأبطال ينتظر منهم تمثيل إقليم السمارة على أحسن وجه خارج الديار. علاقة دائما بأم الألعاب، ستعقد عصبة العيون بوجدور الساقية الحمراء جمعها العام العادي يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري بمقر العصبة. وقد انتخب اليوم السيد الحسينات ياسين رئيسا بالإجماع لنادي أولمبيك فوس بكرة لسباق الدراجات، وذلك إثراء انعقاد الجمع العام العادي السنوي مساء اليوم بحضور ممثلي الشباب والرياضة والسلطة المحلية. والسيد العثماني رئيس المصالح الاجتماعية لشركة فوس بكرة الذي نثمن مجهودات الأندية الرياضية. ركوب الأمواج، رياضة تتم بركوب أمواج البحار والمحيطات بواسطة لوح طويل ضيق يسمى لوح الركمجة، أي ركوب الأمواج. وتمارس هذه الرياضة على الشواطئ في كل أنحاء العالم، وقد أصبحت رياضة شائعة حتى أننا نميل إلى الاعتقاد أحيانا بأنها جديدة، لكن الركمجة ركوب الأمواج رياضة قديمة في نشأتها. لن أتحدث عن نشأتها والمواضيع التي تخصها، ولكن الحديث سيجرنا عن ممارسيها بمدينتي طنطان والوطي. نقربكم أكثر في فقرة الضوء عن هذا الموضوع. سنسلط هذا الأسبوع الضوء على رياضة ركوب الأمواج، حيث تتوفر الأقاليم الجنوبية على الشروط الأساسية لممارسة هذا النوع الرياضي، مما جعل الاتحاد الدولي للعبة ينظم إحدى دوراته في مدينة الداخلة التي أصبحت موعدا سنويا لخيرة الأبطال المنافسين على اللقب العالمي. لكن الحديث سيكون اليوم منصبا على أبطالنا المحليين وظروف ممارستهم لهذا النوع الرياضي، بعد مدينة طرفاية كانت الوجهة شاطئ الوطية حيث يتواجد عدد كبير من ممارسي رياضة الركمجة. لكن للأسف الشديد وضعية محيرة، حيث يتناوبون على الألواح تكاد تحسب في اليد الواحدة لكسر صمت المعاناة والغرق وسط الهموم والانتظار بحثا عن منقذ يساهم في إحياء آمالهم. كنمارسوا هاد الرياضه هادي دابا شي 6 سنين دابا، وكان كنعانيو من بزاف ديال المشاكل من قله الماتيريال. كيكون عندنا بحال بلانشه وحده بوكيه وحده كيتناوبوا عليها 4 د الناس ولا 5 د الناس باش غير بنادم يسور فيها على خاطرو. وكاينه جمعيه هنا ولكن بنادم ما تعاونش معانا. بغينا نوصلوا واحد الرساله الناس المعنيين بالامر، انهم بغيناهم يشوفوا من حال هاد الناس هادو ويجيو عند الدراري لي سوفور باش يعاونوهم يوجدوا لهم داك ماديا ومعنويا، فهمتي، باش يعاونوهم. وكنتمنى من الله بان هاد الرساله هادي بانها توصل. ورحنا عندنا في جمعيه، ولكن عندنا جمعيه في الورق، فهمتي، ما عندناش في ارض الواقع. رغم الهموم والمعاناة، تحدي الصعاب هو سمة لممارسي رياضة ركوب الأمواج بشاطئ الوطية بطنطان، الذين يواصلون شق هدوء البحر بمغازلة أمواجه ورسم لوحة فنية بواسطة أبناء الإقليم الذين يوجهون النداء للمسؤولين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. احنا كنطلبوا من مسؤولين من هذا المنبر، كنطلبوا من مسؤولين يهبطوا تا هما شويه لا كورنيش، يهبطوا للبحر شويه تا هما يشوفوا الدراري، يشوفوا المعاناه ديالهم. كون بين واحد كيحاول يدور على الدراري، 4 الدراري، 5،
بوقيه واحده كيلعبوا بها الدراري، خمسه الدراري اربعه بلانشا. يعني خاصنا فقط حاجه اللي تضمنا جمعيه اللي تحاول تضم هالدراري، يحاولوا تاهما يطوروا من معنوياتهم، يطوروا تاهما من المواهب اللي عندهم في رياضه ركوب الامواج. مواهب تنادي وايادي مبدوده لاعطاء الاهميه لرياضه اصبحت تعرف انتعاش بالاقاليم الجنوبيه. بدعمهم سنساهم لا محاله في ابراز مؤهلاتهم والرفع من طموحاتهم للمشاركه في ابرز البطولات وتحقيق انجازات في كافه المحافل الوطنيه وكذا الدوليه. سنقربكم أكثر من أندية ركوب الأمواج بالوطية بطنطان وكذلك بمدينة طرفاية وبجميع المدن بالأقاليم الجنوبية، وكذلك هذه الفقرة هي للجميع لتقريب وتسليط الضوء إن شاء الله على المجموعة من الرياضات إن شاء الله اللي تمارس في الأقاليم الجنوبية. بيبة بنعاج حصل على الحزام الأسود الدرجة الخامسة دولي، حكم دولي للتيكواندو، شارك في العديد من الدورات الدولية آخرها الدورة الثالثة للألعاب التضامن الإسلامي بجاكرتا بإندونيسيا. سنقربكم من هذا الشخص إن شاء الله في الحلقة المقبلة، ولكن الآن في فقرة من الذاكرة سأقربكم من شخصين، كل من سعيد البحيري ومحمد لمين فتحي، وهو لاعب يعني مارس ضمن فرق جورة الصحراء، حسينية أكادير، مجموعة من الفرق بسوس وكذلك نهضة طنطان. لن أطيل عليكم، أترككم مع هذه فقرة، فقرة من الذاكرة. السلام عليكم. في البداية كنشكر القناة العيون على هاد الالتفاتة للاعب القدامى اللي بالنسبة لي أنا فرحتني بزاف. علاش؟ لأن الأغلبية ديال الناس ما كيعرفوش اللاعبين القدامى سوا في قلميم ولا في طنطان ولا في العيون، ومن بين هاد الفرق اللي كانوا في الصحراء ديك في ذاك الوقت فاش كنا كنلعبوا أنا واللاعب الكبير فتحي محمد الأمين، شباب الساقية الحمراء اللي كانت رقم واحد، وكانت جوهرة الصحراء رقم جوج، وكانت نهضة طنطان رقم ثلاثة، كانوا هاد الفرق من أحسن الفرق في الصحراء. السلام عليكم، كنرحب بالناس ديال قناة العيون. وأولا بغيت نبدأ باش نعرف الإخوان والناس عن فتحي محمد الأمين. أولا كنت أنا الآن مسير، وقبل كل شيء كنت لاعب. أو البداية كجل لاعبين، بداية فرق أحياء في المدارس. أول بداية ديالي كنت بديت في مدرسة، مازال كنت فكر يوم الاحد كنا عندنا عطله ومشينا لواحد الحي كيقول لي حي القويره. انا ديك الساعه كندرس في اعدادي تحت الحصه الحضرامي، وهذاك 76 77، ومشينا لعبنا واحد الماتش بين الاصدقاء في القويره، وسين داك الماتش هابطين للمنازل ديالنا للديور ديالنا. كيقول لي واحد الدري راه كاين واحد المقابله ديال الفرقه احياء. ديك الساعه كان الفرقه احياء كان اتحاد القويره مع السلسلة. مشيت انا هبط كنتفرج ولابس الصباط ديالي والجين ديالي، هذاك الفريق ديال اتحاد القويره كان ناقصه لاعب وخصو باش يلعب. جاني واحد المسؤولين ديال دوك اللعابه مازال كنعقى عليه، هذاك كيقول لي الطالب احمد، قال لي ودي فتحي باش تسلفني هذا الصباط للاعب. عطيته الصباط ما جا قدو. ناض واحد من هذوك الاصدقاء ديالي كيقول له كريد داش سعيد، وواحد قال له سويلمه، قال لعب وانت فتحي. دخلت نلعب انايا، كانت الفرقه خاسره بواحد زيرو ديال اتحاد القويره، اصبحت انايا ماركيت التعادل وماركيت الانتصار. ما وقت البدايه ديال مع هذوك، وانا ديك الساعه صغير قليل كاع من بعد. سنيت حنا كنقولوا ما كاين ديك الساعه الثانيه، كان ديك الساعه الرئيس ديالهم كيقولوا المحفوظ الانسان كيبيع شي المواد الغذائيه، بغيت تبقى تلعب معنا. اول بدايه الماتش لعبت معهم في القصابي. لعبنا في القصابي، وباش تغدينا كنعقل اول غدا هو البريم، بحال البريم عندنا. انا تهلاو فيا، شراو لي كوكا، قرع من كوكا، ودوك الخبز الكوميره فيها الحوت سباط السردين، وتهلاو فيا وعطوني التودي. اول حاجه اللي طلبت لهم خصني النمره 10، الا ما كان 10 ما نلعب. وبقيت معاهم داك العام، بقيت كنلعب معاهم. تكون الفريق ديال تكون واحد الفريق في التواغيل، سميناه اتحاد الفقراء. حنا ولاد الحي كنقراو اتحاد الفقراء، ما عندنا والو، اتفقنا جمعنا شنا ديك التونيات تقريبا شي 90 ريال التوني الواحد، توني صفرين. وكلفنا واحد الصديق ديالنا قال له بودي ابراهيم كيعرفوا يخيط،
درنا النوامر دوك ديال جافيل قطع لنا دوك هذاك ودرنا النمرات وضربنا حنا ثلاث دراري واحد قال له بلوش عبد الله وبوست ابراهيم دابا راه كاين في الدار البيضاء دابنا العشرة شكل بس العشرة ودرنا الانتخاب طاحت فيه بقينا كنلعب العشرة ولكن رغم داك الشيء كنلعب مع الدراري ولكن الشامبيون ديال الفرقه هي كنلعبها مع اتحاد القويره نض تكون ديك الحي ديالنا كيقول لها كون الفريق مال التواغيل برئاسه واحد يقول لي ادر دور وكاين واحد اللي قال محمد سالم الصافي عبد اللطيف عبد الرحيم فتحي محمد الاخ ديالي ايوا نض ديك تكون ديك الفريق كيطلبوني انا باش نرجع نلعب مع الفريق الام ديال الحي ديالي داك الفريق ديال اتحاد القويره هذاك ما بغاش يطلق يعطيني الورقه ديال ديك الساعه كيكتب لك على هذاك صافي انا طلبت قلت لهم ودي بغيت نمشي للفريق ديالي قالوا لي صافي حتى ناضوا الجمهور كان حنا الجمهور عندنا الملعب والتواغيل كان جمهور واعر راك عارفوني سبحير قالوا داك الرئيس راه ما عطيت محفوظ ورقي نتلقاو لك داروا معايا شونطاج الا بغيت نعطوك الورقي ديالك للتواغيل واحد المره كان داودي البشير داودي حافظ كان بريش كانوا لاعب في المستوى وقبل منا لعبوا كونتر فريق يقول لي القصبه القصبه حتى كان فيه فريق دريد الجوره كان فيه مفدفد بكار كان حيسون عبد الرحيم كان بداهي كان سويدي كان حفيظ الله يرحمه كان عبد الودود كان بركوش الوافي ربحات القصابي ربحات القصابي ربحات ديك الفريق بسته دابا القويره قالوا حنا زعما تقدر تنحس ثقيله قال لي هذاك الرئيس قال لي بغيتي نعطيك الورقه خاص هذا الماتش نربحوه وتماركي فيه ربي ما خيب ماركيت فيه جوج بيوت ربحنا بجوج لواحد والتواغيل ربحات النجاره لا ماشي النجاره ربي ربحات فريق ماقوش المعلمين هذاك فريق بعدا سميتو سلمت له الورقه ديالي رجعت الفريق ديال التواغيل وهذاك الفريق ديال التواغيل جلوا في واحد الحي حي التواغيل ومنو تكونت منو جلو مشاو فما سنينا مع الجوهرة الصحراء باش نقول لك الجوهرة عندها تأثير كبير على الناس اللي مع الواد نون تأثير كبير لأن الجوهرة كانت فريق كيلعب الكرة كانوا لعابة في المستوى كان داك كان عندهم واحد الهيبة فطري داك اللعب فطري عندهم كل عمرك تلقى لعيب عندنا حنايا مثلا في الجوهرة كان كان نقص تلقى أي لعب كتلقاه كيلعب باليمنية وباليسرية كتلقى حتى في لا ديتونت وكنا واحد مسمينا حنايا بالطريفه طريفه كنا كنربحوا باربعه ولا بسته في برا وكان جو وفوق اليمين لعبوا تاني نفس صافي اذا ما ربحنا بواحد جوج حنا كنتقلقوا وكان كان عندنا واحد اللعب جميل كان واحد الانسجام لا ما انت عارف صافي تحفظنا انت عارف صاحبك شنو يدير في التيران العلاقات كنا اخوه كنا كندخلوا كنا الفرق كامل كيدخل دار واحده كنا مجمع اي وقت ما كناش كنتفارقوا كندخلوا السينما كنتجمعوا كامل بيناتنا كان باش عرف لك بان كانت علاقتنا متينه وكانت معقوله وكانت فيها ثقه باقي تقل فيها لا حتى الان هي باقي العلاقه وكونا الجوهر الجوهر كنا نكونوا هاد القدامى شحال هادي ولكن الحمد لله كونا بيننا كنا اخوه كنا اللي في جيب الاخر جيبو كنا كندخلوا كنا بساطة ولكن سعاده اخر او حاجه نطلب من الشاب القديم هو انسان يتريني ويحضر راسه وما وعدم الافتخار ويحيد من دوك المسائل غير الاخلاقيه لكن دابا كاين اللي كيكمي كاين اللي كيمشي يسهر اللاعب اللي كيسهر اللي كيكمي راه عطيتي ساعه الكره يعني هذا الوقت كنشوف دابا هاد الناس الوقت هذا الوقت واحد بغى ينجح بلا ما يقرا بغى يخدم بلا ما بغى يتخلص بلا ما يخدم وبغى يلعب الكره بلا ما يقرا بغى يلعب الكره بلا ما يتريني هادو ثلاثه حوشتهم دابا في هاد الشباب كلشي بغى فابور وغير كيدير ماتش كيحسب راسو بانه صافي وصل حنا ديك الساعه كنا كنترينو مع 11 ونترينو مع العشيه ونترينو بالليل متفق معاهم دابا حنا ديك الساعه ما كانش الماده دابا متفق يطلب الماده ولكن يطلبها بواحد الطريقه ويعطي انسان خصو ما يدير شونطاج يعطي ديك الساعه الناس راه تعطي واللي واضب وعطى اللي عنده ديال الاراده والثقه راه يوصل من بين اللاعبين اللي كانوا اللي كنت انا كنت كنتمنى نلعب معهم وهما حسن الدرهم كان ديك الساعه حسن الدرهم
والعروسي والرقيبي كانوا هادو من احسن اللاعبين في الصحراء. وتاسفت علاش ما مشاوش بعيد في 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 في, في الكره ديالهم لانه بقوا في الصحراء. نرجع باش نقول واحد شهاده حق في اللاعب الكبير محمد فتحي. انا بعدا ملي كنت كنلعب معاه كنت مرتاح، كنت مرتاح ملي كان نشوف وكنعرف على انه فتحي عنده الكره، كنعرف على انه غادي يعطيها ليا في واحد لابوزيسيون اللي ديال البيت، كنت كنرتاح. وكان من احسن الممرنين يعني دوك المنوغ جو اللي دازوا في قلميم، هو واللاعب الراضي الله يرحمه كانوا من احسن العشره ديالنا، هاد الجوج من احسن لاعبين في مدينه قلميم. لو كان بقى فتحي ما مشاش الحسنيه انا كنظن على انه غيمشي بعيد. الخطا اللي دار في حياته هو خلى جوهرة الصحراء ومشى للحسنيه، بغى باش يزيد في فهمتو، ولكن دار خطا كبير. لو كان بقى مع الجوهرة كانت غتديه الفرق كبيره، امثال البحيره رشيد دات رجاء اكادير من بعد الحسنيه، بالشيخ كان مع قلمي مع الجوهرة دات الرجاء ومشى بعيد، يمدح محمد كان مع ورزات ومشى للرجاء اكادير ولا هو الهداف ديال الرجاء اكادير، كانوا غيطلعوا في مقابل السد مع الاتحاد البيضاوي في 95 96. وكانت هذاك يمدح هو ولد قلميم، وكان طلباتو المغرب الفاسي وما بغاتش رجاء اكادير تطلقوا. نرجع للاعب الكبير فتحي، انا كنعتبره لاعب مخلق، لاعب ولد الناس، كيبغي الخير للجميع، كويري بمعنى الكلمه. وكنت كنتمنى انا يبقى معنا باش يمشي بعيد. وانا في الاخير كنبغي نشكر قناه العيون اللي اعطته هذه الفرصه باش يعرف راسه للناس في قلميم، لان الاغلبيه ديال الناس ديال هذا الوقت راه ما كيعرفوش فتحي محمد الامين. شكون اللي كيعرف محمد الامين؟ الناس ديال السبعينات والثمانينات. واللي وهاد فتحي محمد امين، ملي كتمشي لاكادير كتقول لهم فتحي محمد امين كيقول لك كويري، كتمشي لتارودانت كيقول لك كويري، كتمشي لافني كيقول لك، كتمشي لطنطان كتمشي لعيون كيقول لك كويري. ولكن كنتاسف على اللعابه ديال مدينه قلميم لانهم ما تعطاتهمش فرصه بحال اللعابه ديال 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 اكادير ومراكش والدار البيضاء. وفي الاخير كنشكر قناه العيون اللي بدات كتعطي واحد القيمه للاعبين القدامى، اللي كنشكر انا كنشكرها جزيل الشكر، لان شحال من لاعب قديم سابق في سميتو تنسى، ولكن جبدته قناه العيون الله ينورها والله يعطيها الخير. يعني لا شكر على واجب سعد البحيري، هذا دورنا تجاه اناس اعطوا الشيء الكثير للرياضه بالاقاليم الجنوبيه. وان شاء الله في الحلقات المقبله ان شاء الله لنسلط الضوء على مجموعه من الاشخاص اللي اعطوا ان شاء الله الكثير، مثل احمد الريفي، تامي الناصري، واللائحه طويله. ولكن الاسبوع المقبل ان شاء الله سنقربكم اكثر من حمدي التامك المدير التقني لعصبه جهه قليميم السمارة لالعاب القوى، وكذا مشاركه وداد السمارة لكره اليد في بطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد المنظمة حاليا بمدينة مراكش. أترككم مع لقطات من الحلقة المقبلة من فقرتي من الذاكرة، وتحت الضوء. نرحب بالتلفاز ديال العيون. بالنسبه لي الاسم ديالي حمدي التامك، من مواليد اسا، ابن منطقه واد نون، ترعرعت وكبرت في مدينه قلميم ومدينه اسا. مارست رياضه العاب القوى في بدايه الثمانينات بعد ظهور كان ظهور سعيد عوض وانا والمتوكل، هما اللي كانوا حول المغرب ممارسه هذه الرياضه، بدات الرياضه. خلاصة القول، نحن سعداء بهذه النتائج، ونحن سعداء بهذا الريان اللي حققناه، والحمد لله فريق وداد السمارة أصبح معروف على مستوى القارة الإفريقي في مجال كرة اليد. أجل الزميل بتاح موعد المشاهدين الكرام خلال الأسبوع المقبل في فقرة تحت الضوء مع المشاركة الثالثة لفريق الوداد قريا والأولى من نوعها على مستوى بطولة الأندية البطلة. إذن انتظرونا مشاهدي الكرام خلال الأسبوع القادم.
يعني توصلنا بمجموعة من الرسائل من المشاهدين الكرام بتسليط الضوء على يعني القدماء، يعني مجموعة من الأسماء بحال الغيلاني من الداخل، يعني مجموعة إن شاء الله من إفني من جميع المدن إن شاء الله لنسلط إن شاء الله الضوء عليها، بالإضافة إلى البنيات التحتية بالأقاليم الجنوبية ومجموعة كذلك من المواضيع من بينها المواهب اللي نتمنى لها التوفيق، يعني تمثيل الأقاليم الجنوبية أحسن تمثيل إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله. نعدكم أننا إن شاء الله سنقوم بذلك خلال الحلقات المقبلة من برنامجكم الفضاء الرياضي، ولم يبقى لي إلا أن أقول لكم شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.